شكرا محسن قاعد اسعد وياه مرتضى سوري بسالفة طقت الاصبع اخويا سالفة فضيحة الواد مسولف وانا قاعد اقبض ما ايش اسوي. بعدين انتبهت لنفسي لقيت زي ما صار طرقاعه اشو حليان انا حلو من قاعي بس شنو شوية الحياة متعبتني. هلو مرتضى شونك يا هلا نزار الفارس يقول الميت من يروح الفاتح ما تلقاه. شو غير ميت شعانا غير ميت كل عام وانت احلى واحلى. دا افكر تدرون شنو افكر بعيد ميلادي يعني ايش نسوي عيد ميلاد بمكان بما انه انا ما سويت تجمع ابد هنا فاسوي بمكان واقول لهم تعالوا تمام اللي يريد يجي يجي فهم يكون عيد ميلاد وهم يكون تجمع لنا سوي شنو رايكم بس ما ادري اسوي بالبصره لو اسوي ببغداد. اذا عجبتكم الفكره علقوا لي كتبوا لي دا كلش داخل براسي اسويها. ليش هيك شعرك ما ادري مو دائما احب ارفع شعر مرات احب هيك شعر يصير. ايش قد احبك حب مرتضى ايش بيه خشمك ايش بيه خشمي ايش بيه كش ما بيه حلو طبيعي. ايش وقت تقول شلونك وايش وقت ترجع قصدي ارجع لتركيا المفروض ان ارجع بهاي الفترة ما ادري ايش حيصير يعني احتمال هاي الفترة القادمة ارجع بغداد طبعا بصرة 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 كنت كاتب اسوي بالبصرة بس لا مو بفلوس اسويها فري يعني وخلي الناس اللي ما شافتني تجي تشوفني بس اسويها في مكان حلو مرتب وخصص هذا اليوم بس للعيد ميلاد يعني اللي يريد يجي يجي حتى تصير شلة كلش قوية. فإذا كنت ببغداد اسويها ببغداد اذا كنت بالبصرة اسويها بالبصرة بس كلش فكرة داخلة براسي مو شلون مكان. بالبصرة خاطر نشوفك ما بالبصرة وين اقترحوا لي مكانات وبغداد هم اقترحوا لي على مود اذا يعني شفت المكان شفت افكر بيه نفسي ونقعد هيك نسوي فد يوم تجمع هيك شلة كلش قوية. ما باقي شي بس راح يصادف برمضان لا رمضان 4/4 بعد وقت. صدق انت بنت متحولة ذكر ايش بيك ضلعي ابن النعال. شنو هالسالفة هاي استغفر الله نرفزني الله القاعة الملكية ببغداد اكتبوا الاسماء بشرفكم هذاك اسماء قوية كتبوا لي اياها يعني افكر بيهن تمارا خمسة عديان واحد من المتابعين ثواني شوف من قاعد شو ما يكسبين الزمن اضحك ولا نهتم فضاوي الاقارب كلها متابعة بثك حاليا تحية خاصة إلى جميع الأقارب أينما كنتم من قلب الحدث. هلو. هلو. شلونك؟ شلونك واردة؟ الحمد لله وأنت؟ أخبارك؟ الحمد لله زينة. شكو ماكو؟ حضرتك من وين واردة؟ من كركوك. كركوك؟ نعم. الله يا هلا ويا نعم يا زود يا عاد ايش قد عمرك 19 والله يا هلا ويا نعم يا زود اسمك اسراء والله يا هلا ويا زود يا اهلا وسهلا تسلم اشكرك ترسين اها انا بعد طالب خارجي والله يا هلا يا مرحبا أشكرك تسلم طب صاحب له لا لا عمي لا أنا سادس أنت طالب السادس علمي له أدبي نعم خارج يعني أقول لك نعم تعرفين إنك تكون ما ضحكني ها أقول النكتة مو ما أعرف أنا كردية عربي ما أدري مو هالقد عادي احكي لي إنك تكون ما ضحكني يكون ما أضحك ما أبتسم أنا من رب العالمين أضحك ومو أنا كنت مو تضرعت ضحك براحتي دافع ما أدري ما عندي تسولفيني بيت شعر
ارتبط بالشعر. أزوج ما أعرفها. انت شنو مواهبك السادس؟ أحب ال أحب العسكري، بس مجتمع ما يقبل إنه بنكون عسكري، يعني بنية. اذا فات من يمك حرام وبايق مكياجك شو تسوي له؟ عادي خليه ياخذه، مو مهم، المهم ما ياخذ الأكل. شعر الجامدة. لا كلش عادي، أفضل الأكل أكثر من المكياج. والله أي والله، يا اهلا وسهلا، نورتي، يا هلا، يا مرحبا، يلا في أشكرك، مالك. نور نورك، مع السلامة. شلون منين انزل فاخر؟ ولك لا شعر لا نكته لا اصخام، سفر بحياة هاي فاخر. اخو خايف منو موجود بعد. كنا قبل باللايفات يعني هيك تجينا في الناس يسولفون يونسون، هسه يجيك صاف من بوجك. ايه شلونك؟ ايه هلا، تريد افتح حلقك؟ دعشي دعشي مالك. بشرى العتابي، بشرى العتابي، مصطفى، ملا وسام، أهواز، شهية حزن. ها بعدكم على أهل أسماء ما شهية حزن؟ ثواني 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 ثواني، ما يكسبين الثمن. بنت أبوي، شو هذا مال بنت أبوي؟ عجبني. شباب كتبوا لي فد شغلات وهاي الأسئلة أنا جاوب عليها لو سمحتم. الو حجتك عم يسأل. ألو، صار اهلا خير؟ شو الفرصة؟ صار لي ساعة اكتب جواب التكس، اريد ان ترد علي انه اصعد وياك معك. شلون يعني؟ صار لي ساعة يعني اكتب، ساعدني ساعدني، ما جاي جاوب علي. هسه ساعات شنو الموضوع اللي حابه تطرحينه؟ ايه شلونك؟ ايه اسف يعني ضليت الاحوال. لا والله ما لحقت. انت شو اسمك؟ من وين؟ قد عمرك؟ أنا اسمي فاطمة، من وسط الكوت، قريبة على العمارة. زين أنت شلونك؟ لا شو اسمك مو شلونك؟ أنت شلونك، شخبارك؟ أي حالين، وين هسه أنت؟ المدرسة سويت أنا واقفة سويت حطيت ماريا مدرج. مرتضى. آه حابك أقول لك شي قبل لا أنزل، بس آسف أخاف يعني سويت إزعاج أو شي. يا عيوني، يا بعد روحي تلاوي قولي. بس انقل، أنا واي معجبة بمحتواك وأموت عليك، أموت عليك يعني، فهمت مرة أموت كلش كلش عليك. صراحة أتكلم إن شاء الله شهرة أكثر وأكثر. بدون قلبه ايش بدون خشمش. عجبني أكثر شي مقطع مال هيدر، هيدر نزلت إلك انت وواحد وياك، سويت طابق مقطع ضبطه كلش. شلون طابق مقطع ما عم بفهم؟ لا لا، انت ناشر مقطع على تيك توك، ايه عندي حسابك مال تيك توك. اي ناشر، روي واحد يقلد يقول هيدر 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 ويحكي، انت كاتب علي ضابطها كلش. ايه مو صحيح هذا حسابك؟ لا هذا مو حسابي، كان هذا واحد مقلدني. ايه هواي هيجي هواي. طلعيني بس ما اقدر اساعدك ماريا، دزي طلب. شو اسمه انت؟ شنو اسمك؟ أنا فاطمة، فاطمة. من وين؟ من وسط الكوت قصدي. مرتي فاطمة في دور قلبك، تحية خاصة لأهل وطن. عمري تسلم، عمري 21 سنة. لا لا وش تسكت عمرك؟ أني ايه أنا بكيفك. عشرة جديدة، كيف نزلت؟ أكيد عشرة جديدة نزلت، مالك كيفك؟
صدقني ايش قد عمرك؟ يا هي عمري بيت ايه؟ ما في شيء يعني ناس اسكلك عمرك ايش قد عليك؟ يلا عاد عاد هاري عمرك كذا او انت بعد كم بينك يا مرتضى تسجيلي والله لكن هيك مرتضى يا عاد تتنمر مايك موس النفس ما ها تخسر اي اوكي اوكي انت حد مدري تكون هلا النت يقطع عندي كلش ضعيف والله بجاي اسمع كلمة بكلمة استواني ما أعرف ارتضى هيك حاليا نفس الدوين بغداد بس دقيقة ماريا أنت ماذا ايش لعبت وماذا أقدر أساعدك؟ إحنا طبعا ترى هلا مرحبا ايش بيش تعب كان جوا شنو تعليقاتك جوا أنا ليش هنا كتبت شنو اني ليش اهنانا عفوا غلط هو اجا شنو هو وجه؟ هو التعليق اجا بالغلط يعني تعليقك كان غلط؟ شنو هو تعليقك كان غلط؟ مرحبا هو هلا ليوكا موبايل شلون صار لازم ليش انت تخوف وشوش بالصورة هاي الفرخة وين راحت؟ اوف اوف هسه بعدنا وش وش؟ افتكر شكلك وشوش وش وش انا؟ ايه بغوش شلونك زين لا انا صار حلوة شذاب ايه تكو ماك وينك اقول لك احنا مو كبرنا كبرنا بعد لازم نفتح لها بعض والله صرنا شياب مش عليها احنا صرنا كبار بعد تخيل احنا كبار ومشيبين وفاتحين لها بوني واش الو ماري الو وجهك مشوش انت تصير شاي ما اصير اني اسبق نت يمك ضعيف شباب والله كانك 10 شريحة ما عندنا نت هنا احنا اجرونا شقة لا كهرباء ولا نت وينك انا موجود شنو هنا غير هذاني لا وينك هسه انت وينك انا بقلوب المحبين وير وين بقلوب المحبين هاي الجملة إذا اهتميتها أعطيها سنة كاملة إذا اهتميتها ايش تريدون أعطيكم؟ مثلا نشوفك أساور أركان شباب شو سوى هذا النت الموجود يمي تردون أروح؟ إذا تردون نروح قولوا لنا نروح النت يمي ضعيف والله هذا وضعي ماريش بالصفة أنتي قاعدي وصلنا وجهك هاي منو أول شيء علمك؟ شلون؟ منو علمك بالقلوب المحلبي محبي؟ قلوب المحبين يا محلبين دول ذاك محلبي ما له علاقة بالموضوع لا هسه منو علمك هذا الشيء اريد حمرة نري ما جبين مرتضى شلون؟ مرت شك خربان وشك
راح اروح لا حسد اللاعب شو اسوي بعد امر الله. والله والله النت يمه ضعيفه، مرتين اصعد لاعب ما عندنا نفتح لاعب النت باكر. من وين اجيب النت؟ مرتضى باي 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 شباب النظ ضعيف، تعالوا على الستوريات، هاي الستوريات تعالوا.